بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على موضوع Hepatic Renal Disorders. الموضوع ده أنا هتكلم فيه على نمرة واحد Acute Liver Injury, Acute Kidney Injury in Liver Cirrhosis. اثنين هتكلم على Renal Diseases Associated with Major Types of Liver Disease. ثلاثة هتكلم على أمراض Common واخدة Kidney and Liver. ورابع حاجه هتكلم على الكيدني في الاتش سي بي. ليه اذا كان مش هينفع كده، مش هدخل حد بقى. اول حاجه احب نعرفها ان رينال فيلير تشالنجينج كومبليكيشن اوف سيروزس اند وان اوف ذا موست امبورتنت ريسك فاكتورز وين ليفر ترانسبلانت از بينج دون. Patients with liver cirrhosis اللي معاهم renal failure عندهم mortality risk عالية جدا، وعندهم post-operative complication كثيرة أكتر من الناس اللي عندها liver cirrhosis من غير renal failure. يعني pre-operative و post-operative complication أكتر مع حالات في حالات liver transplant للناس اللي عندها renal failure عن الناس اللي معهاش renal failure. لو جينا نشوف الناس اللي hospitalized patient with cirrhosis هتلاقي ان حوالي 19 20% منهم دخول المستشفى نتيجه اكيوت رينال فيلير او اكيوت كيدني انجري. وفي ثلاث انواع من الاكيوت كيدني انجري. في نوع بري رينال احنا عارفينه اللي هو نتيجه رينال هايبر برفيوجن، كيدني تيبيولز وجلوميراي نورمال، والبلاد بريشر واطي ورينال فلو واطي فبيجي لهم بري رينال فيلير. وفي نوع انترنسك رينال فيلير نتيجه سيفير هايبوتنشن او سيفير سيبتك hypoxic أو toxic conditions للtubules of the kidney أو نتيجة severe glomerulonephritis أو نتيجة acute intestinal nephritis شديدة، ده تعمل acute tubular necrosis أو acute renal failure parenchymatous. وفي نوع قليل جدا اللي هو post renal أقل من 1%. التلات أنواع دول بيحصلوا في حالات الليبر سيروزس، يعني 3 types of acute kidney injury بيحصلوا في الليبر سيروزس. وفي نوع تاني كمان اللي هو اسمه hepatorenal syndrome، ده نوع مرتبط بالبريرينال جروب بس ده not responding to fluid replacement. بيختلف عن المجموعة دي عن ده ان ده volume responsive ده volume not responsive. الاثنين دول بيدخلوا في الجروب بتاع البريرينال. المجموعة ATN نفسه is much more common as a cause of acute kidney injury عن الهيباتوريال سندروم. يعني acute tubular necrosis بتمثل 30% من الحالات دي. الهيباتوريال سندروم 25% من دول، فتقريبا حوالي 17% من acute kidney injury ده اللي هم الهيباتوريال سندروم. في general agreement دلوقتي ان disturbance في circulation systemic circulation هي المسؤول عن الهيباتوريال سندروم. بيحصل ايه بالظبط؟ حالات الليفر سيروزس في portal hypertension، وبورتال hypertension لما بيكون شديد في الاول بيحصل release of vasoactive materials تطلع من الليبر mainly nitric oxide وكربون مونوكسيد، بيطلع يعمل peripheral vasodilatation splenic vasodilatation، وده بيقلل effective blood pressure effective blood flow في الأورجانز كلها تقل. الليبر الهارت بيرسبوند بيزود الكارديك أبوت ويقدر يعوض شوية ويرستور effective blood pressure. ده في الحالات المايلد cases of liver cirrhosis. لو زاد بقى القصة، لو زادت الليفر سيروزس مور ادفانسد وبورتال هايبرتنشن اشد، يحصل ان الكومبنساتوري ميكانيزم دي لا تكفي انها تعوض البلاد فوليوم او الكارديك ابول، وبالتالي يجب عنه اكتيفيشن اوف سيستمز ثانيه مينلي سمباثيتك سيستم ورينا انجيوتنسن سيستم والاي دي اتش. ثلاث حاجات دول يعني دارس بلانكينج ارتيريال الثلاثه، يعني هيحصل اول ديزيز بروجريشن، هيحصل اللي حصل هنا مش هيكفي لوحده فلازم يزيد الكاردك ابوت، هيزيد مش هيحصل، فبياكتيفيت الصوديوم ريتيننج وفازو كونستريكتور سيستم، رين انجيوتنسيس سيستم يزيد يزود الدوسترون يعمل سولتان روتر ريتينشن واديما اوسايتس، سيمباتيك سيستم يزيد ويعامل فازو كونستريكشن ويعمل صوديوم ريابسوربشن بروكسيم تيبيولز، والاي دي اتش يزيد نان اوزموتيكالي، والثلاثه دول يريستور السيركيليشن عشان يعوضوا الاكستريم سيستميك وسبلانكينج فازو دايليتيشن اللي حاصل نتيجه الفازو دايليتور سبستنسز اللي طلعت من الليفر. كلام ده له مستين فايدتين. نمره واحد السولت ووتر ريتينشن هيصلح الضغط ويصلح الكاردك ابوت نسبيا، وان كان مش هيقدر يصلح قوي، وفي نفس الوقت له فيري باد افكت على الكيدني بقى. هيروح على الكيدني يعمل حاجتين،
يعمل صوديوم ريتينشن وإديما أوسايتس ويعمل فازو كونستريكشن في الرينال أرتريز أرتريولز ويعمل هايبوكسيا ويدخلنا في مجموعة الرينال فيلير والهيباتورينال سندروم. في بقى وجدوا كمان مش كده كل ما وجدوا كمان السنسود البريشر في الليفر لما يزيد بيعمل ريفلكس فازو كونستريكشن في الكيدني وإن الأكيوت رايز بيعمل ريفلكس هايبوكسيا في الكيدني ولما تنقص السنسود البريشر في الليفر بيعمل ريفلكس ديمينيوشن في الكونستريكشن في الكلى ويزود البلاد فلو. فدي طلعوا منها اسمها هيباتورينال ثيوري بس مش اكسبتد كانها الاونلي كوز. الاكسبتد اكتر ان هي الهيموديناميك فاكتورز وريليز اوف فازودايليتور ميثيل صلع من الليفر. حاجه تانية وجدوا كمان ان في الادفانسد ليفر سيروزس الكاردياك ابوت بي ال والهارت فيلر كنوع من كارديوميوباثي يسموه يا كارديوميوباثي ريليتد تو ليفر ديسفانكشن او كارديوميوباثي ريليتد سيبتيك كونديشن في الحالات دي وده بيقلل برضو الكاردياك ابوت ويساعد ان الكومبنساتوري ميكانيزمز اللي هتعمل اللي هو سيمباتيك سيستم والرين ان سيستم سيستم والاي دي اتش يزيد ويطير بين الفيلير. في حاجه مهمه كمان قوي ان بتحصل في الحالات دي ان بيحصل حاجه اسمها بكتيريال ترانسلوكيشن. يعني ايه بكتيريال ترانسلوكيشن؟ وجدوا ان في الناس دول في بكتيريال اوفر جروث كتير جدا في التست ده مع متمثل مع ديمينيشد انستاينال موتيليتي مع الاميون سيستم ابنورمال في الستاينال. كل ده بيدعو ان بكتيريا تخرج من الانتستين تروح على الميزنتريك ليمف نودز. الميزنتريك ليمف نودز تروح المونوسايتس تبقى اكتيفيتد وتطلع اوفر اكسبريشن اوف تول لايك ريسبتور واكتيفيشن او نيوكليار فاكتور كابا وطلع برو انفلاماتوري سايتوكاينز ونيتروك اوكسايد وكل ده يعمل فازوديليتيشن شديد ويزود الهايبوتنشن وبيحصل كسيستميك ميكانيزم للسيستميك سيركيليشن هايبوتنشن والسيستميك سيركيليشن فازوديليتيشن سبلاين كلينيكال ارتيريول نتيجه السيبتيك كونديشن. لذلك وان اوف ذا موست امبورتنت بريسيبيتيتنج فاكتورز تعمل هيباتورينال سندروم في ناس الليفر سيروزس از بكتيريا انفيكشن. وجاي منين؟ جاي من الانتستين من بكتيريا ترانسلوكيشن. الايروبيك بكتيريا هي اللي بترانسلوكيت من الانتستين لتروح على الميزنتريك ليمف نود. الانيروبيك بكتيريا از دونت ترانسلوكيت. ولقوا كمان كده ان الناس اللي عندها اكسبريشن يعني دي ان ايه للبكتيريا زايد في السيركيليشن في الناس اللي عندها ليفر سيروزس عندهم ابنورمال في السيركيليشن وانوكسيا في الكيدني اكتر من الناس اللي ما عندهمش بكتيريا في السيركيليشن. ووجدوا ان اورا لو واحد خد نورفلوكساسين انتيبايوتكس انستانل تنظف الانتستين شويه بتقلل جدا وان كانت ما بتمنعش الهيباتورينال سندروم لكن بتقلل جدا وبتصلح البروجنوزس في الحالات دي. بعد كده ندخل على هيباتورينال سندروم. في نوعين منه. نوع اقل قوه الاول هو تايب 2 ده رينال فانكشن ديتيريشن سلولي كرياتينين بيعلى اكتر من 1.5 او كليرنس اقل من 40. والنوع الثاني اللي هو تايب 1 ده مور سيفير ده رابيد ديكلاين في كيدني فانكشن وده بيتعرف الديفينيشنز دي قديمه على فكره هاجي لكم في الديفينيشن الجديده دلوقتي دبلينج اوف سيرم كرياتينين لاكثر من 2.5 او كليرنس يقل عن 20. هيباتورينال سندروم ممكن يحصل في حالات الليفر سيروزس لوحده خالص سبونتينيوس او ممكن يبقى بريسيبيتيتد بفاكتورز كثيره. الرينال فيلير في الهيباتورينال سندروم ده فانكشنال لان الكيدنيز كويسه جدا. لو خدت الكيدني دي زرعتها في واحد نورمال هتشتغل رغم ان هنا بتشتغلش وإذا العيان ده زرع كيد ليفر الكيدني هتشتغل رغم انها الاول ما كانتش بتشتغل. فهو العمليه فانكشنال دياجنوزيس وليس ان باثولوجيكال ابنورماليتيز. مفيش البيشنت اللي عندهم سيروزس اللي عندهم سيركيولاتوري ديسفانكشن واكتيريا وارتيريا اندر فيلينج دول زي ما قلت لكم برون تو رينال فيلير وده ممكن يحصل لوحده او تريجر بميكانيزمز ثانيه. ايه الميكانيزمز الثانيه دي بقى؟ اولا هنا زي بنقول هنا اكيد كيدني انجر او رينال فيلير ممكن تيجي نتيجة لحد ليفر سيروزس decreased effective blood volume activation of vasoconstrictor renal vasoconstriction انتهى بأكيد كيدني انجري بهيباتوريا سندروم. لكن في فاكتورز تانية بتبريسيبيتيت وفيري كومن اللي فيه بريسيبيتيتنج فاكتور اهمهم هنا البكتيريا انفكشن وسيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم وسبسس. كومن اللي الانفكشن بيجي من انتست لكن ممكن جدا انفكشن في الشست في اي مكان تاني يبريسيبيتيت هيباتوريا سندروم وده يعمل اما يعمل سبسس وسبتسيميا وسبتك شوك يعمل حاجتين يا اما يعمل فازوديليتيشن اكتر ويزود الميكانيزمز اللي بايظه هنا يا اما هو لوحده ممكن ينتهي بانه يعمل تيوبلر انجر واكيوت تيوبلر نجروز. والمشكله الصعبه لما بتلاقي حاله عندها ليفاسوروزس وعندها سيبسز هي تكونتريبيوت للاوكارنس اوف هيباتوريا سندروم وهي لوحدها ممكن تعمل اكيوت تيوبلر انجري وتنتهي باكيوت كيدني انجري.
ده المجموعة دي. ومجموعة تانية كمان حاجات مهمة جدا جدا precipitating factors تانية زي ايه؟ GRT bleeding. كل bleeding ما زاد كل ما نسبة حدوث الهيباتورين سندروم تحصل اكتر لان هايبوتنشن اكتر والانسد عين يخش اكتر في هيباتورين سندروم اكتر. حاجة تانية كمان بلدي لاكتيلوس كتير لو عمل دائرية كتيرة ونيجاتيف فلويد بالانس نفس القصة دخله في هيباتورين سندروم. دايريتكس كتير اوفر يوز اوف دايريتكس لان الدايريتكس لو انت بتستخدم موبلايز اكتر من 1 لتر في اليوم ممكن او تخش على سيستم سيركيليشن وتعمل هايبوتنشن وتدخل عيان في هيباتورين سندروم. حاجتين مهمين جدا كمان الاس والاربز. الناس دول احنا قلنا عندهم اكتيفيشن اوف باز بروتكت سيستم عندهم رينال انجيوتنس سيستم عالي جدا وده مينتيننج بلا بريشر. لو انت اديت اس او اربز يبلوك ذا سيستم وبهايبوتنشن يخش في هايبوتنشن وده ممكن يبريسيبيتيت رينال فيلير. النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز دي خطيره جدا لانها ممكن تدخل عين في هيباتورين سندروم. ليه؟ لان في الحالات اللي هيباتورين سندروم الادفانس في الميكانيزم ده الكيدني بتعتمد على البروستاجلاندين هي تمنتين الاسدوليتي لان عندنا كونستريكتورز كتير انجيوتنسين كتير وسمباتيك سيستم كتير فمعتمد على البروستاجلاندين اي 2. لو انت قفلتها بالنون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز يبقى قللت البازو دايليتيشن ضيعته ودخلت العيان فيري ايزي في هيباتورين سندروم او اكوت كيدني انجري. فده ممكن يحصل الاكيوت كيدني انجري او هيباتوريا سندروم تحصل لوحدها او بفاكتورز كومنلي يا بلاد لوس يا فلويد لوس يا هايبوفوليميا دايريتكس يا ايس يا اربز يا اما سيبسس. كل ده لوحدهم دول يعملوا تيوبلر انجري وممكن يبريسيبيتيت الهيباتوريا سندروم. هنا جدول ما بين البريرين الازوتيميا والهيباتوريا سندروم والاي تي ان. الحقيقه الناس اللي عندها هيباتورين سندروم عندهم ماركت ابيليتي تو ريتين صوديوم عندهم التيبولز سليمه يحتفظوا بصوديوم كتير جدا وبينزلوا صوديوم في البول خالص فدايما تلاقي الصوديوم في اليورين قليل جدا والفينا اللي هي الفراكشر فراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم قليل جدا بيسموها صوديوم افيد ستيت جعان الصوديوم يحتفظ بيه وتركز البول جدا وتلاقي الاوزمولاليتي بتاعت البول 200 فوق البلازما يعني عاليه فوق 500 ولان الكيدنيز كويسه تلاقي كرياتينين في البول عالي ده الهيباتوريا سندروم. لكن الناس برضو اللي عندهم برينال ازوتيميا نفس القصه ما يختلفوش من بعض في حاجه اللي عنده هايبوتنشن نتيجه بلاد لوس او فلويد لوس نفس القصه محتفظ بالصوديوم جدا فراكشن اكسكريشن اوف صوديوم قليل كرياتينين عالي ان الكيدنيز كويسه اوزمولاليتي عالي مجموعتين دول شبه بعض جدا ودول لازم يتفرقوا من اي تي ان. الاي تي ان هنيجي نقول طب تي ان تبيولز بايظه خالص صوديوم بينزل مفيش كونسنتريشن تبيولز ده نطري ابسورب صوديوم فبيبقى عالي في البول فراكشن اكسكريشن اوف صوديوم عالي 2% او اكتر. كرياتينين لان الكيدني تبيولز دامج فكان نوت اكسكريت يور كرياتينين في البول. الحاجه المهمه بقى كمان الاوزمولاليتي لان اي تي ان عارفين دايما اليورين زي بلازما فالاوزمولاليتي تقريبا زي بلازما. الكلام ده تراديشنال تيتشنج بتاعنا لكن جم بقى لهم في حالات لو حصل هيباتورينال سندروم ده في حاله بتاخد دايريتكس كتيره جدا هتلاقي اليورينال صوديوم زاد. لو حصل اي تي ان في واحد اون توب اوف هيباتورينال اللي هو اوريدي اليوريا صوديوم قليل هتلاقي دي اقل من 30% ولذلك خرجت في الديفينيشنز الجديده للهيباتورينال سندروم ما بيعتبروش اليورينال صوديوم والفينا كديفرنشيتنج بوينتس ما بين دول وبين ده. حاجه ثانيه كمان معروف ان اليورين في البريرينال وهيباتورينال سندروم نورمال ما فيهوش حاجه خالص لكن في اللي عنده اي تي ان تلاقي دايما كاست سيلور ديبس برضه دي النقطه دي واز تشالنج لان الناس اللي عندها هيباتورين سندروم بليفر فيلير بجونديس ممكن تلاقي كاستس وسيلور ديبس في اليورين فما هيش ديفرنشيتنج بوينت. حاجه ثانيه لو اي تي ان ممكن يحصل بالماركرز بتاعته الاي تي ان بتاعت الاكوت كيدني انجري بتحصل في حالات الهيباتورين سندروم فبالتالي الديفينيشنز الجديده بتاعت الهيباتورين سندروم ما بتدخلش دنيا صوديوم ولا فينا ولا اوزمولاليتي ولا يورين. النيو ديجنوستيك كريتيريا بقى هي اولا لازم يكون سيروتيك باسايتس. ليه؟ لان الناس دول اصلا بيبتدي الميكانيزم اصلا ابتدى بهايبر اكتيفيتي اوف رينين سيستم وصوديوم ريتنشن وإديمة واسايتس وفازو كونستريكتورز ابتدت تعمل في الكيدني فنادر جدا يحصل هيباتوريا سندروم فيري رير اوكرنس اوف هيباتوريا سندروم وذاوت اسايتس صعب جدا من غير اسايتس انك تتفكر في هذا التشخيص. فبنقول ان هو سيرم كرياتين اكتر من 1.5 وده هيباتوريا سندروم تايب 1 دبلينج انيشال كرياتينين تو ليفل جريتر على 2.5 في اقل من اسبوعين وما يحصلش امبروفمنت في سيرم كرياتينين لما بعد يومين من العلاج افتر دايريتيك وذرول واكسبانشن بلازما فوليوم والبوم. كان زمان برضو يقولوا يو كان ريبليس بلاد فوليوم بسالاين
موضوع ده خلاص ما بيعتبرش في الديفينيشن ولازم تريبليس بالبوم. ليه؟ لان اولا بتدي الدوز بالبوم 1 جرام بير كيلو بودي ويت اب تو ماكسيمم 100 وممكن تتكرر في ظرف 12 ساعه. البوم از بريفيرد ذان صوديوم حاجتين، لان صوديوم هيعمل لود على العيان ده والدايريتك تبقى واحد. نمره 2 السلاين هتعمل دايلوشن للكرياتينين هيديك استيميشن مش عارف العيان ده اتصلح ولا لا، الكرياتين نزل هل ده دايلوشن ولا كده اتصلحت. ولذلك الديفينيشن الامبروفمنت شود اوكير افتر البوم انفيوجن وليس صوديوم انفيوجن كما كان يقال بريفيسلي، وما يكونش في شوك كمسؤوله عن رينال فيلير. No current or recent treatment with nephrotoxic drugs or dilator. وabsence of parenchymal rival kidney injury as indicated portonuria. لو عنده portonuria زايدة ما يبقاش بادري سندروم، ده عنده حاجة في الكدني. ونفس القصة أو microalbuminuria أو red cell. النقطة المهمة برضو إن لقوا في بعض حالات الكرونيك هيباتيتس سي واحد عنده ليبر سيروزس، إن لو عندهم parenchymatous kidney disease immune complex related to C. فبرضه ده صعب التشخيص جدا، هل انت بتتعامل مع نورمال كيدني في واحد هيباتيتس سي ولا كيدني دي اصلا فيها بارينكيماتس كرونيك كرونيك ليجن نتيجه الفيروس موجود في الكيدني. المانجمنت بتاعتنا الحالات دي كلها في الايرلي ستيجز طبعا هو الاديما واسايتس، بتعمل صوديوم وفلويد ريستريكشن، والصوديوم زي ما قلنا فيري لو ونيجاتيف بالانس كان نوت بي اتشيفد وزاود دايريتكس، لازم هتدي دايريتك. Frequent cause of refractory ascites is inadequate sodium restriction. We have to correct anemia and correct acid-base disturbance. Diuretics, نأتي منين الناس اللي عندهم liver cirrhosis وhepatorrhea syndrome. GFR قليل. GFR قليل, very low GFR, proximal tubular absorb كل الصوديوم تقريبا. Little sodium جدا will reach loop of Henle where diuretics mostly act, the lasix or furosemide. فبالتالي لازكس دي ما بيعملش حاجه. ليه؟ لان ما فيش صوديوم بيوصل للوب اوف هينل لان كله اتمص في بروكسيمال تيبيول، وحتى اف سمثينج اسكيب فروم ذا لوب اوف هينل انت ريتش ديستال تيبيول ات ويل بي اكتد اون باي سبايرولاكتونز باي سبايرولاكتون يعمل ابسوربشن عند الكوليكتنج تيبيول. ولذلك وجدوا ان سبايرولاكتون از ذا بيست دايريتك في حالات الليفر سيروس. ولما تدي كومباينيشن اوف سبايرولاكتون ولازكس اف زي دونت ريسبوند تو ذيس دوز زي النوت ريسبوند مور ذان ذس، يعني اكثر من كده مش هتلاقي افكت. ليه بقى؟ زي ما قلت لكم فروزيمايد داز نوت ريتش تيبيولز نتيجه البلاد فلو قليل، واف ات ريتش صوديوم از نوت ريتشنج لوب اوف هيل سو ذات فروزيمايد كان ورك اون معايا. وبالتالي الصوديوم بريزرفيشن او يعني احتفاظ بالصوديوم از ماتش مور نيدد. لو تدي دايريتك كتير هيحصل رينال امبيرمنت، لو دايريسيس شديد هتخش في رينال امبيرمنت نتيجه مودريت او ريفرسبل او ليت ستيج ريفرسبل لو عملت دايروس الشديد. هايبوناتريميا موجوده جامد لان قلنا اي دي اتش از انكريزد، والاي دي اتش بيعمل صوديوم ووتر ريتينشن وبالتالي بيعمل دايليوشن هايبوناتريميا. انكيفالوبسي ممكن تحصل نتيجه برضه في الليفر في نتيجه دايريتك تريتمنت ومع الهايبوكاليميا اللي بتحصل. ريفراكتوري اسايتس بيطلق تيرم على اسايتس ذات يو كان نوت تريت او كان نوت موبلايز رغم انك مديله دايريتك شديده جدا وعامل سولت ريستريكشن شديد، او انت عملت تابنج ورجعت بسرعه جدا ريفراكتوري اسايتس ودي ريزيستنت تو تريتمنت، ودي ما بتحصلش غير في 10% من الحالات ودايما تلاقي معاها يوجوالي البلوروبين عالي 4 او 5 والسيرم كرياتينين يوجوالي فوق 1. وليه ريفراكتوري اسايتس؟ ليه بدي دايريتك ما تشتغلش؟ از وي سيد بيفور جي اف ار از لو، صوديوم ريتشنج بروكسيمال تيبيول از لو، ماركتلي ابسوربت بروكسيمال تيبيول does not reach loop of Henle, Lasix does not work there, diuretics cannot reach tubule due to low blood flow. كل الميكانيزمز دي بتخلي عندنا refractory ascites او difficult to treat ascites. Therapeutic paracentesis is a treatment of choice for tense ascites. ودي بتlead to deterioration of kidney function 60-70% من الحالات. بتعمل tapping وف you don't replace اللي عندها يخش على طول في hepatorrhea syndrome. ولذلك الانس دي بتقل جدا جدا لو انت تعمل اكامبلي مع بلازما فوليوم مع الباراسينتيسيس بلازما فوليوم اكسبانشن بالبومين تدي 8 جرام للتر، كل لتر تنزله تدي 8 جرام وما تزودش عن 5 لتر في المره الواحده في التابنج. احسن علاج فعلا للريزيستنت اسايتس هو باراسينتيسيس ويز البومين ريبليسمنت ذا بيست. يور تايم از اب، انا بتدي 5 دقايق متاخر. البيشنت وسيروزس واكوت رينال فيلير، لو جالنا عيان اكوت رينال فيلير
اول حاجه هنشوفه نشوف ريفرسيبل فاكتورز. لو ياخد دايريتكس اوف ستوب ات لاكتيلوز بيعمل دايريا, بوتنشال نيفروتوكسين خصوصا امينو جلايكوزيدز ار فيري امبورتنت ان كوزنج اي تي ان. انفستيجيت انيشال تريتمنت انفيكشن لازم دار عليه جدا جدا, وتعمل بلاد كلتشر فيري ايرلي, وي هاف تو تريت الانفيكشن ايرلي. وحاجه مهمه جدا في الريسنت جايد لاينز انك تعالج الباتري سيندروم, ما تستناش لما الكرياتينين يعلى 2.5. وانس الكرياتينين يعلى فوق 0.3 ملي جرام او بيسموها 50% من البيز لاين اوف كرياتينين, يو هاف تو سسبكت الباتري سيندروم وبيجين تريتمنت ودان ودونت هيزيتيت, لانك اف يو ديلي كل تاخير في علاج الباتري سيندروم كل واحد كرياتينين يعلى يقلل 40% الانسيدنس اوف ريفرسيبيليتي اوف الباتري سيندروم. فبعد دول هتدي الالبوم انفيوجن زي ما قلت. حاجه من اثنين, يا هي امبروف الكرياتينين كامل الثيرابي, يا مفيش امبروفمنت, حاجه من اثنين عندك, يا باتري سيندروم يا اي تي ان. وده التفرقه بينهم صعب حقيقي جدا. يعني انا اذا اعتبرتها جرانيولار كاست ده كلام مش قوي, لكن اف سي بي بي از هاي يبقى موست لايكلي يو ار ان اي تي ان. سي بي بي از لو ريبليس بالبوم وتراي تو توم. وبعدين ات از نوت امبورتنت ذا ليفل اوف سنترال فينس بريشر, ذا ريت اوف رايز هو المهم, وده تعالجه لو عنده كل حاجه مفيش ايفيدنس اوف هايبوفوليميا, عالجه الهيباتورينال. لو عنده تعالجه كاي تي ان. الهيباتورينال سيندروم ثلاث حاجات مهمين جدا في العلاج, يا تدي له فازوكونستريكتور عشان تقفل سيستميك فازودايليتيشن, وده مع البوم, هما حاجتين, يا الترافينس البوم كبلازما اكسباندر مع الفازوكونستريكتورز, واحسن فازوكونستريكتور ذا بيست تيرليبريسن, وده الدوز بتاعته قدامنا اهي مع البوم. دول اهم حاجه. ما عندكش دوت ممكن تستخدم نور ادرينالين او اي فازوكونستريكتور تاني عشان تقفل سيستميك فازودايليتيشن, صلحه ونمره 2 تريبليس بلاد فوليوم بالالبوم. الحاجه الثالثه انك تدي في برضو دي طريقه دي ترانس جوجلر انتراباتيك اللي هي تيبس بورتو كيفال شنت, ده موست ريسنت برضو تريتمنت فور هايبرتنشن, وده عامل بالظبط زي زمان ما كنا بنعمل بورتو كيفال انستموز, قللت السيستميك البورتال بريشر, دخلته في السيستميك. كان زمان بعمليه دلوقتي بيعملوها بالترانس جوجلر انتراباتيك بورتو كيفال شنت, ودي بتقلل جدا, بتحسن السيركيليشن وتزود الكاردك ابوت وتزود البالمونري بودج بريشر. بس دي نقطه عيبها الوحيد انك دخلت كل الميتابولايتس اللي في البورتال سيركيليشن وانكيفالوباسي, والعام ممكن ده العيب الوحيد بتاعها الشديد. زي ما قلنا هتعمل ريدكشن في بلازما رينال والدستور لان انت صلحت جزء كبير من الباد فوليوم, امبروف دي هيموديناميك, وبعدين بدي كومبريس البورتال سيركيليشن, وعيبها زي ما قلنا الانكيفالوباسي. رينال فازودايليتور. الحاجه الثالثه انا قلت لكم سيستميك فازوكونستريكشن, البومين, ورينال فازودايليتور, هم دول الثلاث حاجات المين 3 لاينز فور هيباتورين سيندروم. دايما بيستخدموا بقى زي ممكن تستخدم الدوبامين في نودبان كلهم رينال فازودايليتور, بس كلهم حقيقه ستيل ما فيش حاجه منهم ثبت انها لها بيرمننت او فيري يوسفول افكت. انفيسيف بروسيدور بيرتونيال دياليسيس نوت براكتيكال للناس اللي عندها هيباتورينال, لان اسايتس اكسشين صعب وعندهم بليدنج تندنسي, في صعب ان تحط القسطره. ان جنرال الدايلسيس مش مطلوب غير لو كان في اكيوت رينال فيلير كومبليكيتنج هيباتورينال, او واحد عنده هيباتورينال وعنده رينال فيلير وناوي دو هيباتيك ترانسبلانت, يو جاست كروس ذا بريدج اللي في النقطه اللي لغايه ما تعيشه لغايه ما يزرع. لكن عدا ذلك ملوش افكت على الهيباتورينال سندروم بانواع الدايلسيس المختلفه. الترا فلتريشن هيموداياليسيس واللوفين شان برضو استعمل كطريقه للريفاكتور اسايتس, والناس اتصلحت فيهم بعض الافكت, بس ما فيش بيرمننت لونج تيرم. اهم حاجه علاج الفاينل وذا بيست تريتمنت هو هيباتيك ترانسبلانتيشن, واف يو هاف ا بيشنت وذ رينال فيلر بلا جاست امبروف يوم لغايه ما يعدي لغايه الهيباتيك ترانسبلانتيشن. وزي ما قلت لكم في اول سلايد, الناس اللي عندها دخله هيباتيك ترانسبلانت وذ رينال فيلير البروز بتاعهم اوحش من اللي ما عندهمش رينال فيلير. فلو في سسبكت هيباتري سيندروم بيجين تو تريتمنت فيري ايرلي. ودلوقتي احنا قلنا دلوقتي ان الكرياتينين بيعلى لغايه 2.5. الديفينيشنز الجديده ان لو عالي زي ما قلت لكم فوق 50% يعني كان واحد بقى 1.5 سسبكت هيباتري يبتدي علاج. ستيج 2 ان يعلى 200% يعني الواحد بقت 2. ستيج 3 بقت فوق 200% الواحد بقى 3 ملي جرام. فما ابتداش نستنى ما يعلى فوق 2.5, جاست 0.3 ملي جرام اليفيشن اوف سيرم كرياتينين سسبكت هيباتورينال وابتدي العلاج ايميديتلي. رينال ديزيز اسوشيتد وذ ميجور تايبس اوف رينال ليفر ديزيز, الهيباتيتس بي والسي والالكهولي كل دول معاهم حاجات في الكيدني زي ما انتم شايفين, ديفرنت تايبس اوف جي ام, برايمري بيلير سيروزس ممبرانس وانكا بوست فاسكولايتس,
primary sclerosing cholangitis, Wilson disease RTA نتيجة الكابر أو ألفا وان أنتيتريبسين. كل دول أمراض مع أمراض في الليفر جنرال، لكن برضو في مجموعة تانية تاخد الليفر والكيدني مع بعض. drugs, gangrenous diseases, infections, infiltration amyloid, lupus, Sjögren, preeclampsia, polycystic kidney, liver sickle disease ياخد ليفر وكيدني. كل دي أمراض تاخد ليفر وكيدني مع بعض. لكن الموضوع اللي قلنا اتكلمنا فيه إن هو kidney is normal والpathology is only in the liver. hepatitis C له وضع تاني هقول few slides عليه. hepatitis C احنا واخدين على الكورس بتاعه، hepatologist واخدين على الكورس بتاعه انه يجيله يقعد 20-30 سنة على ما ينتهي بليفر فيلير. ده من ناحية الهيباتولوجيكال بوينت اوف فيو. لكن من ناحية الكيدني بوينت اوف فيو بصوا لها لما لقوا زرعوا البيشنتس بالكيدني في ناس هيباتيتس سي وشافوا اللي جالهم في الكيدني بتاعتهم ايه بقى في السي، ماتش شورتر ديوريشن عن بتوع الليفر، يعني الكورس في الكيدني اقل كثيرا من الليفر. والليفر 20-30 سنة دي ممكن تنقص جدا لو في فاكتورز ثانية زي الالكوهول او اي انفكشنز ثانيه كانجوريوس ايجنت في الليفر. الحاجات اللي مع الكيدني بقى في هيباتيتس سي مع الكيدني، ممبرين بروليفيتيف جي ان ذا كومنست ممبرنس نيفروباسي كرايوجلوبينيميا فايبريلاري ونيوتاكتويد جلوميرولوباسي. من اول ناس اللي اشتغلوا على هذا الموضوع كان ريتشارد جونسون، ربط الاثنين مع بعض، لقى حالات عندها هيباتيتس سي 8 حالات لقى عندهم كرايوجلوبينز في 60% وبروتين عندهم وكليرنس بتاعهم واطي. فربطوا اول ربطه سنه 90s ربط الهيباتيتس سي بالكرايوجلوبينيميا وبورتونوريا. ده منظر الممبرين بروفيتيف جي ان والدبل كونتور دبل الواير الدبل كونتور بتاع الممبرين. ابتدى برضو نفس القصه زمان، ابتدوا علاج انترفيرون، هل ينفع ولا ما ينفعش في الحالات دي؟ ده اتش سي في قبل وبعد، كلهم بقوا نيجاتيف، يورينري بروتين قل في حالات وحالات، كرياتينين اتصلح والقلب من عالي. بس المشكله بقى كبيره ان هو كتير جدا منهم ريلابس الثاني وهنجيلها دلوقتي. الميكسد كرايوجلوبينيميا موجوده جدا، لقوها برضو في بعض الحالات انها انسيدنس بتاعها عالي، لقوا الانش سي في بريفالنس في 80-90% وعندهم زانجو بريفالنس جي ان والار ان اتش سي في ار ان اي موجود في الكرايو بريسبت وده بروجريسيف ديزيز. ربطوهم ازاي؟ يربطوا الهيباتيتس سي بالكرايوجلوبين. نعرفين الهيباتيتس سي فيروس في على السيرفيس بتاعه في حاجه اسمها اي 2 بروتين، ده بيمسك في ريسبتور على في الليفر اسمه سي دي 81 وده اللي بيخلي الفيروس يخش جوه الليفر، هذا الاتاشمنت هذا الريسبتور. ولما يخش جوه الليفر نفس القصه، هذا الريسبتور موجود على الليمفوسايتس فالسي بيمسك في الليمفوسايتس وبالتالي نفس القصه بتبتدي تعمل الليمفوسايت بتبتدي تعمل انتي بوديز اي جي ام روماتويد فاكتور وهو ده الكومبوننت مونوكلونا او بوليكلونال اي جي جي، هم دول مكونات الميكسد كرايوجلوبينيميا. وده اللي بيدخل لي برضه نفس القصه البي سيل ماليجننسي تحصل في حالات الهيباتيتس سي نتيجه الفيروس مسك في الاي في ال سي دي 81 على الريسبتور بتاعها على الليمفوسايت. لا جابوها اكسبيرمنتال، جابوا كرايوجلوبين تايب 2 الاي جي ام والاي جي جي بتوع كرايوجلوبين حقنوهم في الراتس عملت ميزانجيو كابيلاري جي ان في البايوبسي. اللاب فايندنج المهمه في الكرايوجلوبينيميك جي ان عشان تفرقها من البرايمري ديوباسيك من ميزانجيو كابيلاري جي ان، ميكسد كرايوجلوبين بيبقى فيها اي جي جي واي جي ام، سيرم كومبلمنت 4 هو اللي بيوطى دايما في الناس دي، والتكشن اوف سي في دايما مهم بقى وتلاقيه موجود لازم يكون عندهم فيروس. اللي يفرق البرايمري ميزانجيو بروليفيتيف جي ان من الكرايوجلوبينيميك ان دول عندهم ثرومبايت كثيره جدا جدا في الكيدني بايوبسي، عندهم بروليفريشن شديد جدا وفي دبل كنترول واضح جدا اكتر من الايديوباثيك ميمبرز. هنا لو تاخدوا بالكم في كابيلا ثرومباي هي واضحه اكتر في الناس اللي هم كرايوجلوبينيميك جي ان. الكورس بتاع رينال ديزيز في كرايوجلوبينيميك جي ان في ناس منهم بيخش في ريميشن كامله وناس تمشي فيري سلولي كورس 20-30 سنه تمشي في رينال فيلير او اكسسربيشن او بروجرس رابيدلي تو رينال فيلير. انترفيرين ابتدوا علاجه، عملوا اول برضه ترايل في واحد اسمه ميسياني في في ايطاليا عندهم حالات كتير قوي كرايوجلوبينيميا دي، فعملوا في جاب دي اول يمكن ستادي بروسبكتيف ستادي، الدراسات البروسبكتيف قليله جدا في الهيباتيتس سي كرايوجلوبينيميا. جابوا 53 عيان نصهم ادوهم انترفيرون ونصهم ما ادوهمش، وبصوا لقوا ان الناس اللي بقت نيجاتيف هيباتيتس سي كرايوجلوبينز فيهم قلت جدا، والناس اللي did not respond هيباتيتس سي did not respond كرايوجلوبينز قعدت عاليه فيهم جدا. ده عيان الهيباتيتس سي اتعالج
بقى نيجاتيف كراجلوبينز راحت وقفنا العلاج ابتدت تعلى كراجلوبينز تاني ديبيندينج على الانترفيرون وده مشكله السي في الانترفيرون انك توقف العلاج الريلابس او الريكرنس از فيري هاي ده الفايريمي اوتكم تقريبا 60% من الناس ريسبوندد بقوا نيجاتيف بالانترفيرون ده بالعلاج بعد 24 ويك بعد سنه باد نيوز انها كلهم رجعوا تاني ده احد عيوب العلاج ده الكلام ده على التراديشنال بعد كده ده المين استاديز على هذا الموضوع كلهم تقريبا بيقولوا 60% ريسبونس للكرايوجلوبينيميا بالانترفيرون والريكرنس از فيري هاي اول علاج ابتدوه زمان برضه في الانترفيرون كادوا جرعات كبيره جدا ادوا 4.5 6 مليون دي اكتر كتير 3 مرات في الاسبوع 6 اشهر وبعدين ادوا تراديشنال 3 مليون 6 اشهر وبعدين 6 اشهر تانيين يعني كانوا بيدوا سنه ونص في الاول وبعدين الترنز اللي بعدها قال لا 3 مليون كفايه 3 مرات وتدي معاها ريبافيرين ومعاها من لودوز ستيرويد تو كنترول سيستميك مانيفيستاشن لو عنده العيان فاسكولايتس في الكيدني دامج يو هاف تو بيجين تريتمنت اوف فاسكولايتس فيرست بلازما فريسز اندوكسان كورتيزون تو ستوب ذا كيدني انجر يو سيف ذا كيدني وبعدين تبتدي بعد كده تدي انترفيرون على مهلك بعد كده عيوب الانترفيرون كتير جدا ان هو نفسه بيعمل بروتونوريا ويعمل رينال فيلير باي اتسلف في نحاس ناس نورمال يعمل فيهم رينال فيلير نيفروتوكسيستي ورينال فانكشن كوم اللي بترجع تاني بعد ما توقف الانترفيرون نفس القصه في ريفرسيبل كيدني دامج اكسسربيشن اوف اندرلاينج ديزيز ريفافيرين كونتر انديكيتد لو واحد عنده كليرنس اقل من 50 ونفس القصه في الناس اللي عندهم دياليسيس يو كان نيفر جيف ريفافيرين ونفس الشيء بيجليتد كان نوت بي يوزد ويز كليرنس اقل من 50 اتس بيتر تو يوز ا شورت ديوريشن اللي هو العادي تديش واحد لونج اكتنج وهو ما عندوش اكسكريشن خالص في الكيدني فيو كان نوت يوز وان سلايد ذات فينيش ريتوكسيماب استخدم في الحالات دي برضو كان له افكت افضل بس نفس القصه في زي ما تقول باج ديفرنس ريسبونس سم ريسبونس سم نو ريسبونس انه برضو انتوا عارفين ريتوكسيماب اشتغل على سي دي 20 على الليمفوسايتس HCV كان برضو اتربط بحالات فايبريلا وإيميونوتاكتويد بعض الحالات لقوا فيها إيميونوتاكتويد وفايبريلا اللي برضو مرتبط للHCV Conclusion HCV infection strongly associated with mixed cryoglobinemia and several different diseases of native kidneys Antiviral therapy is beneficial However, relapse is common More aggressive therapy is appropriate for acute vasculitis nephritic presentation Thank you